على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، استضاف الأهلي نظيره ضمك في اختتام مباريات الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. أصحاب الأرض والضغط المبكر عمر السومة يتوغل من الجهة اليسرى ليعرضها ساقطة، وإدريس فتوحي يتأنى ويلعبها بذكاء، ولكن العارضة كان لها رأي آخر. ومن هنا عبد الرحمن غريب يريد أن يضع له بصمة وتسديد كأنها بأقدام السومة، ولكن أبعدها الحارس مصطفى. من كرة تمثل الجمال في هذه اللعبة، الثلاثيات داخل منطقة الجزاء بين السومة لمندش لغريب ثم إلى الشباك، هدف أول للأهلي وفلادان يشيد بالذكاء. ضمك يبحث عن التعديل، وكالعادة كل الكرات تبحث عن زلايا، وهذه المرة الرأسية لم تعلن عن هدف، ورأسية عمر السومة أيضا لم تعلن عن هدف ثاني للأهلي. القذيفة من زلايا من أمام منطقة الجزاء لم تسكن شباك العويس، انتهت بجانب القائم. ضمك والأطراف منصور حمزي برأسية تصدى لها العويس، ومن ذات الهجمة غريب بالسرعة يتوغل داخل منطقة الجزاء ويتلاعب بالدفاع ليسددها وترتد، ولكن السومة ليس هو السومة، هدف ضائع للأهلي. وفي الشوط الثاني ضمك يستغل المساحات بين الدفاعات الأهلوية، منصور حمزي يتلقى تمريرة من بوديسكي لينفرد وحيدا بالعويس ويضعها في الشباك، وهدف التعديل لضمك. فارس الجنوب، قول لي ضمك في الجنوب، فارس اسمه ضمك في الجنوب، فارس اسمه ضمك. الحكم يحتسب ركلة جزاء لضمك بعد العودة للفار إثر ملامسة الكرة ليد محمد خبراني، وزيلايا يتقدم لها، وهدف ثاني لضمك. لضمك جول ثاني يعود الفارس ويمتطي صهوة جواده. عارف آل حيدر بمجهود فردي وانطلاقه ليلعبها لبوديسكي الذي سددها، ولكن العويس أبعدها. ضمك أفضل. قوة ضمك تكمن في الجهة اليمنى والتدوير بين آل حيدر ومنصور حمزي الذي جهزها لزلايا، والتسديدة وهدف ثالث لضمك. الله الله الله. الأهلي يتحصل على خطأ من أمام منطقة الجزاء، يتقدم له مارتيتا وتسديدة انتهت بجانب القائم الأيمن لمصطفى. وعبد الرحمن ريو كاد أن يضيف الهدف الرابع لضمك، ولكن هذه المرة بجانب المرمى، وما تريتا في محاولة يائسة وتسديدة من بعيد سهلة في أحضان مصطفى. انتهى اللقاء بانتصار ضمك بثلاثة أهداف لهدف، ليرتفع رصيد ضمك إلى النقطة 20، بينما الأهلي تبقى على رصيده السابق ب35 نقطة.